السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن هذا هو الجزء الثالث. دابا غادي هنا وصلت لعدد 15 كما قلت لكم. حسبوا هذا الصف اللي منه للتوب. دابا غادي نبداو في التناقص. دابا غادي نبداو العدد غيبدا ينقص. انا دابا غنبداو نجمعو في الجوزة، ما غاديش نبقاو غاديين خدامين. فانا الغريزة الاولى، الغريزة الثانية، نخلي وحدة ونضرب في اللي حداها. هنا غتخدمو عادي، تخلي وحدة وتضربي في اللي حداها. كل مرة غادي يبدا العدد ينقص. مثلا هنا خلينا جوج الغريزات، المرة الجاية غنخليو ثلاثة باش غادي نجمعو الأخرى. غادي نبقاو دائما غادي بحال هكا. هنا غادي تخدمو عادي، غتبقاو غاديين ضربة على ضربة، ما تخليوش غريزة وتضربو في الأخرى. أنا هنا غادي نكمل هاد الطلعة هادي، وغادي نرجع نكمل نطلع حتى نوصل لهنا للتوب، وغادي نرجع نعمر الفراغات. عاد غادي نوريكم المرحله اللي مهمه، وهي البديه اللي غادي نبداو فيها هذا المعين هذا اللي جا في الوسط. البديه كيفاش غادي نبداو، هذه هي المرحله المهمه. الان من بعد ما وصلت للراس ديال التوب، هنا نتابعوا معايا مزيان. عندي واحد، اثنان، ثلاثة. كما قلت لكم هنا العدد غادي يبقى يتزاد غير برقم واحد. يعني هنا واثنان ثلاثة، تبقاو غاديين تخلي عين تضربي في اللي حداها، تخلي كذلك عين وتضربي في اللي حداها. هنا غطلعو عادي باش نكونو هذاك المعين اللي قلت لكم. واحد، اثنان، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. من بعد ما وصلنا للعدد ثمانية، هنا الى انتبهتوا معايا مزيان غتلقاو هاد الغريزه هادي، هاد الدائره، يعني خاصها تكون متقابله مع هادي في نفس الخط. في نفس الخط هنا غتعطيك هادي، غتخلي غريزه وتضربي في اللي حداها. خاص في الجهه الاخرى تجينا كذلك 8. من هنا لهنا عطاتنا 8، يعني خاصها تجينا 8. نبداو دابا نحسبوا. واحد، اثنان، ننتبهوا غير الحساب، حساب ما خاصكمش تغلطوا. ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. من بعد ما وصلنا للغرزة الثامنة، غادي نضربو في عين ونخليو الأخرى، نخليو هادي ونضربو في هادي. كما قلت لكم هنا راه غادي تلقاو أن الجوزة بدات كتجمع، تخلي وحدة وتضربي في الأخرى. هنا بدينا تنقصو العدد، هنا غادي تعطينا في ثلاثة نفسها اللي عطاتنا لتحت. واحد، اثنان، ثلاثة، نفس العدد اللي عندنا لتحت خاصو يكون عندنا الفوق. هنا ثلاثة، المرة الجاية غادي تعطينا أربعة، المرة الجاية غادي تعطينا خمسة. غتبقاو غاديين نرجعو دابا نعمرو الفراغات، بقاو غاديين تنعمرو الفراغات. هنا انتبهوا معايا مزيان، هاد مرحلة من بعد غادي كنظن أنكم تفهموا. واحد، اثنان، هنا انتبهوا غير لهاد الارقام هادو اللي تنقول. ثلاثة، من بعد غادي تبداو تفهموا بوحدكم، غير غتبداو تخدموا غتبداو تفهموا. هنا ربعة، كما قلت لكم هنا غادي وكتزيدوا غير رقم. هنا فاش تكونوا كتسدوا في الجوزة، فغادي تبقاو غادي تزيدوا رقم واحد في هاد الطلعة هادي اللي من هلتو. غتخليو غريزة وتضربوا في اللي حداها،
غير غتبداو تخدموا فيها غادي يبان لكم كل شيء، غادي يجيكم سهله، حتى شي حاجه ما صعيبه. هنا غادي نطلعوا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، فهنا من بعد ما وصلنا الستة غنخليو غريزة وغنضربو في اللي حداها باش يتكون عندنا هذاك المعين. ونخليو كذلك غريزة ونضربو في اللي حداها ونرجعو نعمرو عادي كيف ما درنا الستة. هنا غنوضعو الستة نفس الطريقة ديال الحساب، غنوضعو هنايا الستة، واحد، هنا وصلنا للتو، غنبداو واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كما قلت لكم هنا العدد تيتزايد غير برقم واحد. هنا غادي نخليو عين ونضربو في اللي حداها، نخليو كذلك هادي ونضربو في اللي حداها، هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. نخليو هاد الغريزه ونضربو في اللي حداها ونخدمو اللي حداها مباشره، واحد، هنا غادي يبدا العدد تيتزايد في هاد المرحله، اثنان. هنا كيما قلت لكم وضعت اثنان هنا الوسط، في النوبه الجايه غادي نلقاو ولا اربعه، من بعد غادي يولي سته، بحال هاد المرحله، نفس هاد المرحله هنا، اثنان، ربعة، ستة، حتى غادي توصلوا العدد هذا اللي غايبان لكم. هنا اثنان خليو غريزة ونضربو في اللي حداها، هنا غتكملوا بنفس الطريقة، تنظن باللي الطريقة ولات واضحة جدا. اثنان، هنا ثلاثة، غير ركزوا مع الأرقام فقط، ركزوا، خذوا ورقة وستيلو قيدوا فيه كل شيء، كاع داكشي اللي غادي تحتاجو باش ما تلفوش. هنا نخليو غريزه ونضربو في اللي حداها، كما قلت لكم العدد اللي تيكون لتحت تيكون الفوق. هنا عندي واحد، غتعطيني كذلك هنا خمسه، نفس العدد اللي عندنا لتحت، اثنان، ثلاثه، لو ما عطاتكمش نفس العدد في الخدمه غادي تجيكم صراحة ما غتجيش هي هذيك، ربعة، هنا خمسة. غير خذوا ورقة وستيلو وقيدوا فيها كاع المعلومات، عاودوا فيها الحساب مزيان، عاد بداو تخدموا. بالنسبة للمبتدئات لأول مرة غادي نخدموها، هنا أنا غادي نكمل هاد الكوزة، كنظن أن هاد المرحلة كل شيء فيها واضح وباين. هنا في الوسط ديال المعين غتبقاو تزيدوا العدد غيتضاعف باثنان، يعني هنا عندي اثنان غتولي أربعة، ستة، ثمانية. هنا في الجهة اللي من هالتوب كيتزاد غير برقم واحد فقط باش نسدو هاد الكوزة، نبقاو غادي معاه حتى تسد. أنا غادي نكمل هاد الخدمة كاملة ونوريكم النتيجة النهائية. هذا هو الشكل النهائي ديال الكوزة المضوبلة والمقسومة على جوج. كنتمنى هاد الخدمة تنال الإعجاب ديالكم، ومتبخلوش علينا بالإعجاب والمشاركة، ومتنساوش قناة أم مريم الكروشي. أي وحدة مهتمة بهذا المجال ممكن أنها تنضم للقناة، وشكرا على المتابعة. كنتمنى هاد العمل يكون عند حسن الظن.